وعلى المستمعين السلام. بوح الصباح، صباح صباح، من عيد الأضحى ولا عيد الفطر؟ الأضحى. الأضحى؟ الحمد لله. هو مال الأضحى، مال بوح ومال عيد الفطر؟ ما أنا بقدم بالمناسبة دي، ما احنا لسه طالعين من عيد الذبح بقى. لسه دبحين وإيدينا ورمة، والواحد استغفر الله العظيم مش عارف كان بيهد جبال ولا ايه، ما كانش هيتعب التعب ده كله. بس نقول الحمد لله ان احنا اتسطرنا من غير اصابات، وهي اصابه بسيطه كده ابو الصباح. ان شاء الله طمنوا عليا جمهور العزيز ان انا اصابتي خفيفه، وان شاء الله الدكتور قال 15 18 سنه كده هيبقى مني. وبسم الله الرحمن الرحيم كده عايز اقول لكم كده رائعه من روائع الاستاذ الفنان الدكتور، ما انا مش عارف له صفه بصراحه، عبد الوهاب محمد عبد الوهاب. ايوه هو اللي انت بتقول عليه ده. ما يزعلش مني ان كان عايش وربنا يسامحنا ان كان ميت. فهنقوله ايه بقى؟ كان بيقول له اغنيه قول لي عمل لك ايه قلبي، انا مش عارف قلبه عمل له ايه. فاحنا هنغنيها له، لان هي اغنيه كده فيها سنس ومشاعر، وعلى الله تولين اعجابكم. انتظرونا في الاغنيه دي، سمعنا بوح. وبنقوله اتك على السكس يا عم الحاج، قطعني يا معلم. قول لي عمل لك ايه قلبي، قلبي اللي انت ناسيه، وانت الغالي علي، غالي علي قلبي، العين في العين، وانت ولا داري بحالي، والله تباهين قلبي والحيرة اللي في بالي. الله من الاتنين والله خدوا مني ليالي، كل ده كان ليه والله كان مالك ويمالي. واللي عمل لك ايه قلبي اللي انت ناسيه، وانت الغالي علي، غالي علي قلبي. واللي اجيب لك مين اقرا ومين اسمع كلامي، واجيب لك مين يحكي نار شوقي وغرامي. واللي اجيب لك مين يقرا ومين يسمع كلامي، واجيب لك مين يحكي نار شوقي وغرامي. من الاتنين والله خدوا مني ليالي، كل ده كان ليه قلبي كان مالك ويمالي. واللي عمل لك ايه قلبي اللي انت ناسيه، وانت الغالي علي، غالي علي قلبي. الله شكرا. الله شكرا. الله عليك يا بوح.